نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى المستمعات والتي تقطن في قرية في شمال ألمانيا. أختنا عرضنا جزءا لها من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم التوجيه شيخ صالح، بما توصونها وهي تعيش في تلك القرية بين المسلمين من أجل الدراسة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نوصي جميع المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على أداء الواجبات، تجنب المحرمات، ومن كان منهم في بلاد الكفر فعليه أن يتقي الله وأن يبادر بالرجوع إلى بلاد المسلمين، ولا تجوز له الإقامة في بلاد الكفر إلا للضرورة مع إظهار دينه، بأن يدعو إلى الله ويظهر دينه. وهذه المرأة عليها أن تحافظ على دينها وعلى عفتها وكرامتها، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي، تتجنب مواضع الفتن، ولا تقيم في بلاد الكفر إلا بقدر الضرورة مع إظهارها لدينها وتمسكها بعقيدتها، والمبادرة بالرجوع إلى بلاد المسلمين، وعليها المبادرة بالزواج، أن تتزوج زوجا صالحا مسلما يعفها ويصونها ويحفظ كرامتها، وذلك خير لها من الدراسة. إذا حصلت على زوج صالح فإن ذلك خير لها من الدراسة. نعم.